وبيبقى محمد المحترف جدا المبدع اللي طبع كل رقصة بأدائه الرفيع. رح نشوفه هلا برقصة السولو وهي الأخيرة له والأخيرة بالسهرة، رقصة جاز على أغنية يوفوريا ومحمد حامد. محمد بكل تأثر بعد رقصته الأخيرة على هالمسرح بيستاهل وقفة الجمهور كله ومصممين الرقص ولجنة التحكيم. لحظة حلوة ومؤثرة كتير لإلك، أنت جامد جامد مش حامد. بدي أشكر أكيد الكوريوغرافر سامي مهوبي، واو، اللي ما كان بالمسرح بهاللحظة ما شاف شيء. حماس الجمهور واللجنة وتأثر محمد مهم كتير، بس كمان عبالنا نسمع الرأي الأخير من أعضاء لجنة التحكيم الرباعية. ورح أبدأ معنا اللي كريم. أقول لك إيه، أنت لوحدك شو أصلاً. من أول ما ظهرت في البرنامج أنا قلت هتوصل للفينالة وده اللي حصل. ميدو ميدو محمد ميدو، أنت الستار بالنسبة لي. هسيب بقى بيير يقول كلامه. شكراً لي بيير. Well محمد، you have technique, you have strength, you have electric and magnetic stage presence. And all I can say is, what a great role you will make for the male dancer in the Arab world. Well done. Wow, عم بيقولوا بيير إنه عم تلعب ورح تلعب دور كتير مهم للرئيس العربي بالعالم، وعم بيقول عندك حضور رائع ومغناطيس رائع بالفعل. Thank you, Pierre. أليسار، من كل قلبي لحلك آخر كلمة يا محمد. بتعرف شو أهميتك أنت؟ غير أنك رائس بتاخذ العقل، أهميتك أنه غيرت تفكير العالم بعالم العربي، وبرهنت أنه الرقص فن متكامل كمان للرجال. أكيد أكيد أليسار، شكراً. شارل، أنا هلأ بوقف لك ميدو. يعني أول ما بلشت هذه الوقفة الواقفة بدك تاكل خشبة المسرح. أول ما بلشت هالوقفة الواقفة بدك تاكل خشبة المسرح. بعيدها تاني مرة. من هون أنا حسيت النار عم تطلع منك، مش لأنك لابس أحمر، النار عم تطلع من حركتك من أول ما بلشت فوق ونهيت الرقصة تبعك فوق. أنا من قلبي بتمنى لك all the luck. كمان مرة من قلبي بدي أقول شكراً لكل فرد من أعضاء اللجنة يلي رافقوا المشتركين. قسوا عليهم مرات، لكن بأكثر الأوقات أعطوهم كل الحب والدعم والاعتراف بمستواهم العالي. خلينا نشوف هلأ شو صاير على تويتر يا محمد. يا ميدو
منشوف سوا شو وصل لك على تويتر. أول تويت لإلك: What a great performance محمد, amazing waves, beautiful lighting. عم بيقولوا إنه أدائك رائع وحركاتك وتموجاتك رائعة. تاني تويت: لا محمد, you are a great dancer, you deserve the title winner of the season. أنت رائس رائع وبتستاهل لقب الرائس بهيدا السيزون. إذن تويتر والعان والتصويت والعان كتير قالوا إنه محمد هو الرقم الصعب بالبرنامج, بس رقمه هين كتير يلي هو 13. يلا 13 عبر الاس ام اس من مصر على 94 71, ومن لبنان على 10 68, وبقية الأرقام بتلاقوها على المواقع الإلكترونية للأم تي في وقناة النهار, وكمان فيكن تعتمدوا على الموبايل أبليكيشن. محمد يعطيك العافية, صار فيك تغادي المسرح, كل التوفيق. بانتظار توقف التصويت والإعلان عن الفايز بلقب أفضل رائس بالعالم العربي ببرنامج So You Think You Can Dance, يلا نرقص.